في الدرس ده هنتعلم مهارة جديدة في برنامج الاكسل. المهارة ديت ان انا عندي عمود مثلا زي اكس ده وعايز اغيره لنيو اكس، اغير عمود اكس ده بان اضيف له قيمة مثلا 7 زي دي، فبس بحيث لما اغير 7 دي هنا في اي لحظة لو كتبت هنا 4 يبقى فعلا النتيجة هي 12 زائد 4 تطلع 16. طب هنمسح القيمة دي ونشوف المعادلة هنعملها ازاي. هنكتب يساوي، ندوس على الخانة دي تطلع ال المعادلة دي ال، وده العمق وده السطر 6 ال 6 زائد على لوحة المفاتيح زائد ده اللي هو مين اف 5، وندوس انتر. هنلاقي النتيجة فعلا طلعت 16، ال 12 دي اتضاف عليها ال 4 بقت 16. طب الموضوع ايه بقى؟ الموضوع ان انا لو حبيت اسحب المعادلة دي كده باوتوفيل ان انا هلاقي دي تفضل حد، المفروض بقى الاربعة دي تتضاف لكله، لا النتيجة اللي حصلت ان الاربعة اتضافت لاول رقم بس. ايه السبب؟ السبب ان المعادلة بتتغير، يعني المعادلة هنا لو بصينا لها ال 6 زائد ال 5، طب هنا ال 7 زائد ال 6، ال 6 فاضية اللي هي دي ال 6 اف 6 اف 6 فاضية، فعشان كده اف 6 فاضيه. طب ما انا عايز اثبت بقى دي، يعني عايز اخلي المعادله دي اخلي الرقم اللي هو بتاع المعادله دي اللي هو اسم الخليه ديت اف 5 اف 5 اخليه يبقى ثابت. اعمل ايه؟ اجي وانا بكتب المعادله امسح كده عشان اقول دي الطريقه الغلط ان انا عايز اثبت الموضوع. اجي هنا امسح المعادله دي اكتب بردك بيساوي ده زائد ده، بس وانا واقف على اف دي ادوس على اف 4 على لوحه المفاتيح هلاقي بيبقى في علامه دولار قبل الاف وعلامه دولار قبل بعد الاف وبعدين الخمسه، لو دوست دوسه تاني بقت علامه دولار بعد الخمسه، كل واحده ليها معنى. خلينا في اللي احنا عايزين نتعلمه دلوقتي المهاره السريعه، ان في علامه دولار قبل، احنا عايزين الحاله دي اللي هي علامه دولار قبل الاف وعلامه دولار بعد الاف وكده. ده معناها ان الخليه ديت خليه مطلقه مطلقه مش نسبيه. نسبيه يعني ايه؟ لو جيت اسحب المعادله كده المعادله فوق بقى شكلها زي ما احنا شايفين كده ال 6 زائد اف 5، بس ايه اف 5 دي هتبقى ثابته، بحيث انا لو سحبت كده فعلا بقيت 11 زائد 4 بقى الكلام ده. طب انا عايز اخلي القيمه دي صفر، كله رجعت بقى ده كله زي ده، اخلي القيمه ديت 1 يبقى كده اتضاف ليهم كلهم 1، 12 بقت 13، ال 11 بقت 12، ال 10 بقت 11، ال 5 بقت 6. لو عايز اضيف 5 فعلا دي بنسميها الخليه لما بيكون علامه الدولار موجوده قدام الخليه زي المعادله زي ما احنا شايفين كده كده المنظر ده، دي الخليه المطلقه، اسم خليه مطلقه مش نسبي. يعني ايه نسبي؟ يعني لما بسحب المعادله ما بيتغيرش، كل مره هدوس كده انزل تحت في الـ في الـ في اللي تحتها هدوس كده المعادله بردك اف 5، لو نزلت في المعادله اللي تحتها دي الاقي اف 5 بالعلامات الدولار يعني. وبكده اخدنا مهارة جديدة في برنامج الاكسل. شكرا، تابعوا معانا لمهارات تانية في ملفات صغيرة.